شركة ساس صلالة. شركة منصور عامر الرواس. رئيس مجلس إدارة شركة ساس صلالة، يا ريت تكلمنا وتعطينا عن انطباعك عن هذه المباراة وهذه البطولة. اولا اهني فريق الزعيم لحصول على المركز الاول في فئة العموم، وفريق الامارات لحصول ايضا على المركز الاول من فئة الاولمبي، ومتمنين للبقية طبعا توفيق. ثانيا اتقدم الشكر الجزيل للاخ مازن احمد عامر منصور رواس رئيس اللجنه المنظمه لبطوله الحاره على انجاح هذه البطوله. ايضا حقيقه طبعا من هذا المنطلق يعني نحث الشركات على دعم يعني المجتمع وبالاخص فئات الشباب، لحكم انه الحقيقه فئات الشباب هم قيل المستقبل، والاهتمام بقدراتهم وتنميه مهاراتهم ينعكس ايجابا على يعني تقديم خدمات يعني حقيقة للمستقبل وللوطن الغالي بإذن الله تعالى. وكل الشكر والتقدير للشيخ سامي بن سعيد البحر على تفضله بإقامة المنشآت لحصول شركة المستقبل الرياضي التي يملكها الأخ مازن أحمد الرواس لإقامة المنشآت، ونتمنى من كافة الشركات الاقتداء بشركة النصر العربية. شكرا لكم.